قافلة الهدى الدعوية. ويقول لي أحد الإخوة في قصة مكانها في الرياض هنا وزمانها في هذا الزمان، عجوز أتت إلى أحد دور الرعاية لا تكاد تحملها قدماها، كلمت الإخوة فجاء هذا معها لينظر ما حالها لا تكاد تثبت ودمعاتها تسبق عباراتها، ثم ذهبت تخطو الخطى وكلمت السائق أن ينزل ذاك الرضيع، فنزل ذاك السائق بذاك الرضيع فقالت خذوا هذا. يقول فنظرت في وجهه فوالله ما رأيت منظرا كهذا، تألمت لا، بكيت لا، تمنيت أني مت ولم أقف على هذا، رأيت وجها مشوها قد زالت من جلده قطع والدماء هناك بارزة والطفل يبكي من الألم، فقالت هذا ليس ولدنا، بل كنت في بيتي فخرجت أنظر إلى الخادمة وهي ترمي أكياس النفايات، فجلست أرقبها عند الباب، فما أن رفعت ذلك الكيس وأرادت أن تضعه في برميل النفايات إلا وشهقت وصرخت وسقط منها ذاك الكيس، وصرخت بأعلى صوتها وخرت وجثت على ركبها. قالت فلبست عباءتي وخرجت عندها فنظرت، فإذ بنا نسمع صوتا لا يكاد يسمع، فلما رأيت هذا الرضيع قد ألقي في القمامة وفرت القطط من حوله وقد عاتت في وجهه وهو لا يكاد لها حراكا ولا يملك عن نفسه دفاعا، من الذي ألقاه؟ لا نعلم، لكن يعلمه الله وسوف يحاسبه الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اذهب يا هذا، يا من ألقيت هذا الرضيع، واذهب وامشي في حياتك، فوالله إن لك موعدا لن تخلف. قدمت لكم هذه القصة من فريق جوال الخير.